أزمة خبز أم أزمة في المصداقية؟ يستمر السجال في الشارع الليبي عن مدى صحة تقرير المركز الوطني للتحاليل الكيميائية الصادر مؤخرا، والذي يفيد بوجود نسب عالية من مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة، الأمر الذي استدعى من الجهات الرقابية والضبطية إطلاق حملة تشمل المخابز والمصانع والشركات الموردة لمادة الدقيق. تم انطلاق صباح اليوم واخذ عينات عشوائية من تقريبا أكثر من 70-80 مخبز، وان الموضوع في الجديد ان في اليوم اللي يصير ان احنا بناخذ عينات عشوائيه من ماده الدقيق الخام في حد ذاتها. ستتم احاله هذه العينات الى رقابه الادويه والغذاء، وستوفينا الجهه المختصه بالتقارير الفنيه، وفي حال ما ثبت اذا ثبت تواجد هذه المواد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه العاجله وبشكل صارم سيكون. وفي حين تجري السلطات المحلية تحقيقات لتتبع مراحل الإنتاج وصولا إلى المنتج النهائي، يستبق المواطنون صدور النتائج النهائية للتحقيقات بتوفير رغيف الخبز كونه مادة أساسية على مائدة الطعام. الآن لما يجي واحد يقول لك في مادة مسرطنة ولا فيه مادة مضرة بالصحة، تحس إن فيه يعني الأمر ممكن يكون فيه واحد يدور فيه واحد ولا شركات يدور في بعضهم، أو يعني مقصود منها قلقلة إعلامية. مركز الرقابة على الأغذية بدوره بدأ في جمع العينات وأرسالها للمختبر للتأكد من خلو رغيف الخبز من أي مواد مسرطنة. طمن المواطنين اللي عن توا برومات البوتاسيوم لا توجد لا في الخبز ولا في الدقيق، ولكن نحن للتأكد نعاودوا في تكرار العملية وناخذوا في عينات بصورة مستمرة حتى يتم التأكيد بصورة كاملة. وزارة الاقتصاد سارعت أيضا بالتأكيد على حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم في المعجنات والمخبوزات، وتؤكد أنها تتابع الأمر في انتظار ظهور نتائج العينات. يتصاعد الجدل نتيجة لوجود مواد مسرطنة في مادة الخبز نتيجة لإضافة مواد محسنة في المخابز، كما جاء في تقارير رسمية حكومية، الأمر الذي نفته نقابة الخبازين مؤكدة مطابقة الدقيق في السوق المحلية لمقاييس الجودة العالمية. عبد العزيز الفاخري، قناة الغد، بنغازي.